مساء الخير، انا دكتور طارق الشرقاوي، عميد كليه طب اسنان المؤسس جامعه قناه السويس، وعميد كليه طب اسنان جامعه علوم مصر علوم وتكنولوجيا، ومؤسس جامعه الاهرام الكنديه وجامعه السفنكس حاليا. وانا استاذ في جامعه القاهره النهارده، وجودي في المؤتمر 22 انا بحضره من اول نسخه الحقيقه من الاساتذه الكبار الله يرحمهم الاستاذ الدكتور محمود الحضري. طبعا كل دوره بيكون بالاحدث الموجود في التكنولوجيا، تعليم طب اسنان وممارسه طب الاسنان في العالم كلها تكون موجوده في مشاركه اجنبيه من كل بلاد العالم. مؤتمر ناجح جدا السنه دي، كان بعد غياب 3-4 سنوات عشان ازمه كورونا كلها، فكان هي مؤتمر جامع عدد كبير جدا من عملاء طب الاسنان في الشرق الاوسط وفي مصر العربيه. الظاهره الجديده بقى ان في عدد كبير جدا من طب الاسنان قدروا ان هم يتبرعوا مناصب في مجال مختلفه، مجال الصحه ومجال التعليم في مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وكانوا مشاركين مشاركه ايجابيه، وده بيؤدي الى ان هم التلاحم الموجود مع وزاره الصحه والجامعات والتعليم، ان يحصل تطور كبير في المهنه لصالح المواطن المصري. وده كان اهتمام من القياده السياسيه من اول